السيدات والسادة، مساء الخير. في تاريخ الصحافة المصرية أسماء عظيمة تركت بصماتها في حياتنا، واستطاعت بكتاباتها الشجاعة وبأفكارها المستنيرة وحضورها المؤثر أن تتصدى لقوى الهدم والجمود والتخلف. من سلامة موسى لإحسان عبد القدوس، مصطفى وعلي أمين، محمد حسنين هيكل، أحمد بهاء الدين، إلى عبد الرحمن الشرقاوي وفتحي غانم وصلاح حافظ وغيرهم من الأساتذة والرواد الكبار. كلهم صنعوا في أصعب الأوقات بأقلامهم الوطنية المخلصة مجد الصحافة والوطن في آن واحد. كلهم خاضوا حوارات وطنية عديدة في لحظات فارقة، واشتبكوا في معارك صحفية شهيرة كانت نتائجها في أغلب الأحيان لمصلحة الوطن والمواطن. ومن جيل إلى جيل سلمت الصحافة راياتها لصحفيين وكتاب نابهين حملوا على عاتقهم رسالتها النبيلة في الدفاع عن شرف الكلمة وعن حق المواطن في المعرفة. من هؤلاء ضيفنا اليوم صحفي موهوب بدأ خطواته الأولى في دار صحفية عريقة، ثم تحول إلى كاتب من أهم الكتاب في بلدنا. تثير كتاباته الجدل وتفجر برامجه قضايا مهمة. في الفترة الأخيرة انتقل ضيفنا بقلمه إلى ساحة جديدة، إلى الكتابة للسينما والتلفزيون. في حديثنا اليوم نناقشه في القضايا الاجتماعية التي يتناولها في أعماله، ونسأله عن معاركه التي لا تنتهي مع التيار الديني. نسأله أيضا عن الحوار الوطني الدائر حاليا في بلادنا والنتائج المرجوة من جلساته، عن الصحافة وأحوالها، عن القضايا التي أثرتها أعماله الأخيرة، وعما نريده من الحوار الوطني. حديثنا اليوم من مصر. أهلا بك.